بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا مع فيديو جديد من فيديوهات السيرجيكال سكيلز، بيزك لابروسكوبيك سكيلز. هنتكلم على آلة تانية من آلات اللابروسكوبي او جراحة مناظير البطن، وهي آلة بيسميها اليوهان. الآلة دي نوع من انواع الجراسبرز. ماشي، جراسبر يعني بنمسك بيه، يعني زي ما انتم شايفين هنا بيمسك صباعي اهو. ماشي، الآلات في المناظير عامة ممكن نقسمها بشوية تقسيمات كتير جدا. ممكن نقول في حاجات بنمسك بيها زي جراسبر، زي ده حاجات بنقطع بيها او بنقص بيها، وحاجات بنوصل بيها. الحاجات اللي بنقص بيها او نقطع بيها فيها الانرجي ديفايسز والدا ثيرمي والحاجات الالتراسونيك بقى، زي ال اللوتس وال كان اسمه ايه الهارمونيك. الحاجات دي كلها من الحاجات اللي بنقص بيها انرجي ديفايس او مش انرجي ديفايس انكلودنج المقص. في حاجه بنمسك بيها زي ده، شايفين ده جراسبر، ده اتروماتيك جراسبر اسمه يوهان، بنستخدمه كتير قوي عشان بنمسك نقدر نمسك بيه الباول. هنقعد نقول بقى ايه، في ناس ما تحبش تمسك بيه الباول، ناس تمسك بيه بس الميزنتري والفات اللي حوالين الباول، بس احنا في اغلب الحالات بنمسك بيه الباول. هو زي ما انتم شايفين كده ما هوش تروماتيك قوي. ماشي، والآلة زي ما تشوفوا هنا كده فيها مكان بنحط فيه ايدينا. ماشي، والمكان ده ممكن نحط فيه دايثيرمي لو عايزين. نادرا لما نحط دايثيرمي على التب، ان احنا نحرق حاجه بالتب بتاع اليوهان، بس يعني ممكن بنضيف الكابابيلتي ان احنا ممكن نعمل كده. ممكن نحط دايثيرمي هنا، وده راتشيت. اي آلة بيبقى فيها مكان نحط فيه صوابعنا، ممكن مكان للدايثيرمي او لا، في راتشيت اللي هو لو مسكنا حاجه، لو مسكت حاجه ماشي ومسكت الحاجه دي، يعني مثلا انا مسكت الاستراكشر ده اهو ماشي، وعايز يفضل ماسك فيه، باجي على الراتشت ده زي ما انتم شايفين كده واقفله، فاجي هنا كده الاقي ايه ماسك الاستراكشر، ما بيسيبوش. ماشي، بحيث ان انا ما اقعدش اخلي الاسيستنت بتاعي ماسك على طول. ماشي، ويبقى في دايما حاجه كده ان انا ممكن اعمل فيها روتيشن للاله، انتوا شايفين كده بتروتيت عشان اعرف امسك كويس. كروس برس زي ما انتوا شايفين ده اتروماتيك. في حاجات تانية تروماتيك، في حاجات بسنان شريرة قوي كده اللي بنمسك، ممكن نطلع بيها الجولد بلادر، ممكن نمسك بيها الجولد بلادر، حاجات يعني كروس برس انواع. بس الفكرة العامة ان الحاجات يا حاجات بنمسك بيها، يا حاجات بنقطع بيها، يا حاجات بنوصل بيها. حاجة تانية اللي احب اقولها، ان عشان امسك الالة بمسكها بترطيف صوابعي، دي حاجة في الاوبن وفي اللابروسكوبيك. ماشي، مسك الآلة بترطيب صابع. لو مسكت، لو دخلت صابعي قوي كده ماشي في الآلة وفضلت مثلا شغال في عملية 3 4 5 ساعات ولا حاجة، وأنا ماسك قوي كده، الآلة نفسها بتضغط على النيوروفاسكولار باندل بتاعة صوابعي، وبتخليني أتعب جدا، وممكن تأثر تجيب نيوروباثي ولا حاجة في صوابعي. فدي حاجة مش مستحبة خالص. مستحب إن أنا أمسك الآلة بترطيب صوابعي، وأمسكها هي مجهزة إن هي تتمسك كده، يعني تتمسك كده تمام. فده نوع بس من انواع الجراسبرز، وزي ما بقول لكم ده بنستخدمه كتير قوي. دي التب بتاعته لو عايزين تشوفوها بمنتهى الوضوح اهي. ماشي، بنمسك بيه ماشي جراسبر، وبنمسكه بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده. ماشي بس، وان شاء الله في فيديو تاني اوريكم الات تانية من الالات اللي احنا بنستخدمها في المناظير. ده الراتشت اهو، مش عارف افتحه تاني كده، بفتح واقفل اقفله. ماشي، الفكره العامه حاجه نمسك منها، حاجه ممكن نحط منها ده ثيرمي، راتشيت عشان نقفله، حاجه بلف منها، والتيب بتاع الاله. دي الفكره العامه. وامسكه ازاي؟ ترطيب صوابعي. ماشي، مش محتاجين خالص ندخل صوابعنا جوه الاله جدا. تمام، اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. تابعونا وانتظرونا في فيديوهات تانيه. شكرا.